fucking with me, call up on OC and show up, man, then they shut down. I've been fucking on some poppin' feelings, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be spoken like a rock star. بلادي بلادي لك حبي وفؤادي مصر يا أم البلاد أنت غايتي والمراد وغايتنا النهاردة كلنا بإذن الله تعالى الفوز في هذا اللقاء وتأهل المنتخب المصري للدور نصف النهائي. بسم الله الرحمن الرحيم. عشاق كرة القدم في كل مكان ومشاهدي بين سبورتس الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وكل عام وحضراتكم بخير في ذكرى ميلاد أشرف الخلق أجمعين أعادها الله علينا جميعا بكل خير وسلام. أسعد بصحبتكم أعزائي المشاهدين على الهواء مباشرة للتعليق على أحداث هذا اللقاء. داوود أجوي يطلق صافرة البداية معه اثنين مساعدين بالتمريرة الحاسمة التي أسفرت عن هدف اللقاء الماضي أمام تغطية دفاعية موجودة. أوبينج يلعب عرضية أوبينج والتشتيت من قبل مدافع أمامية جديدة بنفس الطريقة خطيرة جدا مرور خطير 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 وهدف أول مرور خطير وهدف أول عن طريق قائد منتخب غانا يبوا يسجل الهدف الأول لمنتخب غانا من تمريرة عرضية حريرية من سامويل أوبينج عملوا عليها بروفا في المرة الأولى وربنا ستر عملوها تاني جت هدف وكأن منتخب مصر لم يشاهد البروفة الأولى بنفس الطريقة من ساربونج إلى سامويل أوبينج عدى سامويل أوبينج بالمهارة لعب عرضية روعة يقابلها حسب المعاد يتقدم يتوغل على حدود ال 18 يلا رمضان العرضية ولكن في النهاية الكرة إلى خارج الملعب ضربة ركنية مرور واختراق من ثنائي الجبهة اليسرى أحمد أبو الفتوح ورمضان صبحي وادي المراوغة من رمضان وفي النهاية وادي العرضية من رمضان صبحي على الأيام القريب يتم التشتت يبوا خطيرة جدا خطيرة جدا والكرة إلى خارج الملعب أوسك وبينا كان في وضعية انفراد مواجه تماما لمرمى الحارس محمد عراقي كل دول قدرتهم على الاستخلاص قدرتهم على الانتيجو أدي يبوا وادي الكرة العرضية ومحمد صبحي بالبقع يضغط عمار حمدي يا ولد عمار يلا صلاح محسن تطول والكرة إلى خارج الملعب ضربة ركنية الضربة الركنية الثانية لشباب الفراعنة في محاولة لإدراك التعادل بعد أن تقدم منتخب تسديدة من مسافة بعيدة ولكن إلى خارج الفتوح يلعب الكرة العرضية على أمل قريب ودي ضربة رأس دم بالفتوح ودي العرضية جول 18 ضربة رأس الله مصر يفعلها الآن ويأتي بهدف التعادل لسه في حلاوة كده لسه في جمال كده مصطفى محمد بضربة رأس رائعة يأتي بهدف التعادل لمنتخب مصر في إعادة لحسين اثبت يا صلاح اثبت يا خلصها أبو الفتوح عرضية جديدة من أبو الفتوح ورمضان يعدي رمضان يفوت جول 18 حط يا راجل العب يا رمضان العب يا رمضان رمضان يبحث عن ضربة الجزاء يا رمضان عديت يا رمضان فوت يا رمضان العب العرضية ولكن يتدخل عبد السلام برافو يا ولد يقطع محمد عبد السلام رمضان ولكن الكترة تغلب الشجاعة عدى بتوح وادي مصطفى محمد عايز يستلم وادي خلفيه فين يا راجل وتسديده من العراقي مش ممكن صلاح محسن في الاولى وكريم العراقي في الثانيه حد يظبط يا جماعه حد يظبط ادي عرضيات روعه كره عرضيه في اتجاه المرمى يشتت الدفاع على مرتين توبي يسدد من مسافه بعيده وبرافو يا ولد برافو يا ولد محمد صبحي يمسك بثبات تسديده فيها عنصر المفاجاه فيها عنصر القوه عملت كمان اوسو اكوابينا يطلق تسديده تصطدم كده بالدفاع وتصل لمحمد صبحي ادي اوسو اكوابينا وادي ايفانز منساء شوف المهاره العاليه من ايفانز منساء عدى حلو من اكرم توفيق محمد مصطفى يدي لمين مصطفى اي حاجه من مصطفى اسامه بيحاول مصطفى محمد لكن تصل لرمضان يسدد يا ولد
رمضان صبحي يتعامل معها الحارس كوامي با ويحولها إلى خارج الملعب ضربة ركنية لصلاح محسن. أي حاجة من فتوح اعتمد على نفسه يلعب عرضية بالقدم اليمنى ولكن إلى خارج يلا رمضان ولكن في مخالفة على رمضان الأندى وادي أبو الفتوح يلعب عرضية حلوة فين وفي هذه الأثناء حكم اللقاء يطلق صافرة ختام الشوط الأول معلنا عن نهاية هذا الشوط بنتيجة التعادل 1-1 بين مصر وغانا. كان تقدم اللاعب يبوا لمنتخب غانا في الدقيقة السادسة وتعادل مصطفى محمد بضربة رأس رقم مصر أيضا في اللقاء الأول أمام منتخب مالي. خطأ من عبد السلام أسطر يا ستار وهدف الثاني المنتخب غانا خطأ قاتل من محمد عبد السلام وبلا داعي خطأ من محمد عبد السلام. وادي محمد بيحمد ربنا وسلوك طيب نحمد ربنا في الخير وفي الشر. عايز يعدي بعرض الملعب عدى وشاط ومحمد صبحي لها بالمرصاد رمضان جهه اليمين العرضيه يطلع حارس المرمى رمضان وغير اتجاهاته يطلع ابو الفتوح من جديد يلعب عرضيه تصفر عن ضربه في لمسه اليد حكم اللقاء كتير ولسه ما فيش حلول. عمار حمدي ياخد فاول ادي مرور واختراق تتقطع الكره وتعود تصل لابو الفتوح عرضيه من ابو الفتوح ضربه راس من رمضان على مرمى الجزاء يا ولد يا رمضان هدف التعادل. طب فيها ايه 2-2 ولا اتلغى الهدف ضربة عدى رمضان بالعرضية بقى العرضية من رمضان بقى 18 حط يا سيدي مصطفى يسدد ولكن في يد الحارس كوامي بقى عرضية حلوة بعد اختراق رائع من رمضان صبحي ومصطفى محمد يقابلها بالقدم اليسرى ولكن إلى يد الحارس كوامي بقى ادي يقف على كورته ويغير اتجاهاته يلعب عرضية حط بقى مش ممكن بقى فرصة لا تضيع رمضان صبحي عمل كل حاجة عدى وفات واحد والتاني لعب العرضية قال له اتفضل يا راجل اتفضل بقى هات لنا هدف التعادل خلصنا تطول الكرة من أسامة من مصطفى محمد تصل إلى كريم العراقي آدي إعادة أمام حضراتكم والله طولت من مين؟ طولت من صلاح محسن وحطها مصطفى محمد في المرمى ولكن الحارس يتألق حارس المرمى يتألق يرتدي قفاز الإجادة يلعب مباراة 18 يطلع الحارس تصل الكرة للمجدي عبد الرحمن مجدي حب يلعبها ساقطة داخل المرمى ولكن الكرة غير متقنة وادي بيقول لزمايله ما شفتكش ونقاش حاد مع الحكم الرابع كابتن شوقي ممكن يسدد ابو الفتوح يلعب عرضيه فين مصطفى يلمس لسه مدي تتخطف من عمار يتدخل عمار من جديد مجدي ضم للداخل يا ولد للعراقي اصبر مش ممكن مره ثانيه العرضيه يا حظك يا كريم العراقي الكره دي من جوه ولا يا جماعه الكره دي من جوه ولا جت في العارضه والله ما مصدق نفسي تسديدة قوية جدا من كريم العراقي تصطدم بالعرضة وتعود إلى داخل الملعب حظ إيه منتهى عدم التوفيق لمنتخب مصر يدي لمين بيكهام بعرض الملعب حلوة عبد الرحمن مجدي يسدد عبد مجدي لعب عرضية حلوة جوه ال 18 أبو الفتوح عايز يدي رمضان لكن دي قرب له يا شباب عبد الرحمن اعتمد على نفسه عدى وسدد تصطدم الحارس حط يا رمضان الهدف الثاني يا رمضان الله يا رمضان 2-2 يلا يا شباب 2-2 رمضان صبحي يكمل مجهوده الكبير في الشوط الثاني من هذا اللقاء ويسجل هدف التعادل 2-2 قلت لحضراتكم لسه بدري قلت لحضراتكم هنتعادل والتعادل ياتي الان 2-2 لسه بدري يا شباب حق مصطفى محمد مش ممكن كريم العراقي من جديد بص يا رمضان اظبط بقى ادي العرضيه حط يا ابو الفتوح عرضيه جوه 18 ضربه راس الله
نصف النهائي عملها أحمد ياسر ريان، عملها أحمد ياسر ريان، أتى من مقاعد البدلاء ليأتي بالهدف الغالي 3-2. افرحي بولادك يا مصر، افرحي بولادك يا مصر، 3-2 3-2 لمنتخبنا الأولمبي. قلت لحضراتكم هنتقدم، قلت لحضراتكم هنتقدم بالهدف.